بون، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوتي الأعزاء، مناضلي التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوي الجيش وذوي الحقوق، أخوكم المناضل عمار البيري يحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، إن شاء الله يوم موفق للجميع. على كل حال، بغيت ننور أخوتي الأعزاء القاعدة النضالية، الناس اللي راهي ما زالت معنا في التنسيقية. بودي أن أقول شكرا لجميع المناضلين الذين حضروا في التحقيق البارح في ولاية شلف. نشكر جميع أخوتي العسكريين السابقين المنضوين تحت لواء التنسيقية اللي حضروا، بارك الله فيكم وربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا لأي واحد ساندني ولو بكلمة ولو بصورة ولو بمكالمة. على كل حال، كثر خيركم. على كل حال، الناس اللي استشفوا فيا نقولهم حسبي الله ونعم الوكيل. انا القضايا نتاعي كامل اللي فت فيهم شارعت، سواء في ولايه خنشله ولا في قالمه ولا في المحكمه العسكريه في البوليده ولا في محكمه شلف، كل هذه القضايا نضاليه من اجل انصاف محاربي العشريه. ما حكمونيش بالكيف ولا بالغبره، وما حكمونيش بعشراب. على كل حال، هذا لو ميساج باه نفهم الناس باللي راني ما زلت نساكري فيه وما زلت نضحي، والحمد لله يا ربي ما طلبت حتى واحد وما شكيت حتى لواحد. عفوا، ريكلي ساكادو برك، انا ساكادو يضاري يتبع فيا. الشكوى لغير الله ما ذلة. كثر خيركم خاوتي، ان شاء الله الناس اللي يكونوا معايا. قضية بمجملها، قضية بمجملها هو انه الإرهابي المدعو الشنفرة بولاية شلف ورفقة توالي ولاية شلف قاموا برفع الشكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة شلف. شكوا بيا على أساس أني لما درت بث مباشر ودرت منشور هضرت باللي دافعت على الأفراد التنسيقية من ولاية شلف، دافعت عليهم وقلت باللي ليس هكذا تورد الجمال. هؤلاء متقاعدين ومعطوا بالجيش، راحوا الوالي ولاية شلف طالبوا بتطبيق تعليمة اللي جات من وزارة الداخلية، ألا وهي استقبال استقبال والسماع والاستماع وكما يقول لك لانشغالاتهم الاجتماعية كوتي سوسيال. وندد لماذا لم يستقبلهم وأعطى أمر باعتقالهم. على كل حال، وتم اعتقالهم بالمقاهي والشوارع. وفي المساء ذهب في زيارة مجاملة إلى الإرهابي المكنة الشنفارة. هذا هو الشيء اللي نقل قطرة لأفاض الكاس. القطرة كيما يقول لك، هذا هو الشيء اللي كيما يقول خلاني بصفتي جريح في إطار مكافحة الإرهاب ومناضل بالتنسيقية. وحتى الشرع تاعي باه الناس تفهم مليح، راني شرعت كمنسق وطني. على كل حال، باه نتحمل المسؤولية تاعي، والحمد لله يا ربي سمعوني زملائي في الامن الوطني بولايه شلف. على كل حال، نحييهم بالمناسبه، معامله طيبه بكل احترام. احنا كما يقول لك كامل ولات اجهزه امنيه، ورانا كما يقول لك تحت المظله نتاع القائد العلى للقوات المسلحه وزير الدفاع. ونشكرهم على كل حال، سمعوني كما يقول لك، وقدمت حتى انا الوثائق تاعي ودافعت على روحي. هذا ما كان، وصراحه نقول خوتي كثر خيركم. ميساج برك للناس اللي تقول لك عمارة ضد اشخاص، انا ماني ضد حتى واحد، وهضرتها بليزيار فوا وقلت انا ماني ضد حتى هيكل، سواء معتمد او غير معتمد. علاقتي طيبة. معليش مدام فوتي، اسمحي لي. علاقتي طيبة مع الناس كامل، وكما يقول لك ما تخرب فيا ما نخرب فيك. كيما انا مانيش ضد حتى هيكل ومانيش ضد حتى واحد، انا ثاني ما نبغي حتى واحد يعطاكي تنسيقيه، وما نبغي حتى واحد يقيسني. وكيما يقول لك كل واحد يلعب في كراجته وربي يوفق الجميع. وهذا ما كان، انا ثاني مانيش سهل. نوقف على حق الزواوله وما زلت ناضل وما نسمحش في الرجال، والله ماني سامح حتى في واحد. والناس كامله تعرفني باللي انسان مقاتل، ما كنتش هاج الصينيه. عندي فيليسيتاسيو تاع مكافحة الإرهاب، وما عنديش فيليسيتاسيو تاع هزان الشلايم. ربي يجيب الخير إن شاء الله خوتي، تهلاو في رواحكم
واني عرفت صاحبي من عدويا وبان كل شيء، عرفت صاحبي من عدويا وعرفت صحابي، وحتى هذوك الناس اللي كانوا شغل عمار وخونا وصاحبنا وما على باليش واستشفوا فيا وما جاوش للقضيه نتاعي لولايه شلف، نقول لهم عمار يموت واقف وبول الكلب عمره ما يخروض مال البحر. والحمد لله يا ربي شفتوا الفيكتيف البارح في شلف، والفيكتيف هذاك اللي جا لشلف راهو انا ما درتش فيديو قلت لهم ارواحوا، راهو جاوا مقلوبهم لانهم يامنوا بالقضيه ويامنوا برموز القضيه. ربي يجيب الخير. شكرا جميع، شكرا القائد مصطفى مروان اللي حضر، وشكرا خويا القائد خويا سعيد عبد العزيز اللي حضر، وشكرا لجميع المناضلين. تحيه لمناضلي الجزائر عامه ومناضلي شلف خاصه، على راسهم لسامبول خويا شردود وخويا جبور خويا رشيد خالدي، وتحيه خاصه لاخي جريح الواجب الوطني المجاهد مولود دريزة، تحية للجميع. النضال متواصل بإذن الله تعالى، نلتقي قريبا في مسيرة وطنية من أجل أرمل شهيد الواجب الوطني المساعد حمزاوي الزهر بولاية قسنطينة. تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.